العالم اكثر الاشياء اللي احب استخدمهم بالجوا هم الحمرتين هذين بالفت كلش ما تشقق شفايف واللون النود هذا رائع. كلميني عنه شوي. معك حق لانه الحمره بالذات بتكمل جمال المراه صحيح. وخاصه انه لما تكون حمره مخمليه وثابته 24 ساعه ما بتروح من الشفايف. معكم دانا من انسايد بوتيكات ويانا الترينر جريس من بورجوا رح تعرفنا اكثر عن البراند. جريس ممكن تكلمينا اكثر عن هالبراند والهيستوري ماله؟ اكيد طبعا. بورجوا هي ماركه فرنسيه باريسيه بلشت بسنة 1863 وانعرفت على مستوى المسارح الفرنسية. حلو. كان في ممثل عالمي اسمه جوزيف ألبرت كان هو ممثل وبنفس الوقت ميك اب ارتست. كان يستوحي الميك اب من الألوان ويطبقها على الممثلات الفرنسية. طبعا بإبداعه كتير استقبلوه بفخر للأشياء اللي هو صنعها من ألوان كان كتير مبدع فيها. بلش بالباودر وبلش بشغلات كتير مميزة وبعدين ابتدت نجاحاتها تكبر وتكبر خاصة لما بلشوا بالحمر وهم أبدعوا صحيح بالحبي. هذا اللي أنا بكلمك عنه اللي هو الحمر. من أروع الحمر اللي أنا استخدمتها خاصة الدرجة هذه اللي هي صايرة لحمية على بينك شوية صح؟ تكلميني بس شوية عن هالحمرة. هي صايرة فيلفت ما تحسون هم فيها ترطيب حق شفايف؟ مظهور. حمرة الفيلفت ليبستيك هي بتتميز بأنها بتداين على الشفايف لمدة 12 ساعة. الحلو فيها أنها ما بتروح بسرعة بتقعد مثل ما قلت لك 12 ساعة. أنا حمرتي الحين منهم. فيك تجربيها لأنه عن جد بتداين فترة طويلة 12 ساعة واللذة أنها ما بتعمل تشقق للشفايف وبتعطي نسبة ترطيب كتير حلوة يعني خاصة بجونا الحار بالضبط بتعطيك الفينيشن المخملي. لازم شيء وبتداين يرطب صح. شو أكلتي شربتي ما تروح من تروحي على دوامك من الصبح لبالليل بتضل عم تخدم معك. صحيح. زين جريس تكلميني شوي عن هالماسكرا اللي وايد انشهرت عندكم بورجوا. الماكسي ماسكارا من اشهر الماسكرات اللي انا استخدمتهم. مزبوط. ماسكره الماكسي فوليوم شنو تمركب رموش ما لها داعي وهي اكثر شيء للسيدات اللي بتحب تركب رموش كمان. صحيح. بتكون كثير عمليه بالبراشنج بين الرموش وبين الرمش الطبيعي. كمان سوادها مميز جدا بتعمل تكثيف للرموش من الاسفل للاعلى وما بتخلي الرموش يتلزق بين بعضها ولا تقطع الرموش أبداً. حلو. وثانكس للانجريدينتس اللي بقلبها نسبه الزيوت اللي بقلبها هي سبب كمان من انواع الترطيب. اوكي. يعني ما أوكي. بتنشف الرموش. اوكي. بس انا من اكثر الاشياء اللي وايد عجبتني هو الكحل الاسود. نعم. يعني انا هذا ادمان عليه لانه سواده وايد قوي الاسود الفاحم يستعمل فوق العين وجوا كريمي العين. كريمي يعني. تقدرون تدمجونه مع اي شادو حتى صحيح. كحل داخل العين. صحيح. وايد حبيته هذا. هم بعد الكحل هيدا اللي معك حب اضيف على كلامك انه فعلا سواده كثير اسود. صحيح. ولما بتيجي بدك تحطيه بقلب العين كريمي فبيضاين فتره طويله بقلب العين. صح. وما بيسيح. فيك تستعملي اي لاينر فوق العين وجوا العين. جوا العين صح. انا بالعاده استخدمها داخل العين بس ولا مره جربت استخدمها از اي لاينر. اوكي. واحب استخدم درجه البلاينر هذه هم نود. شوفوا هذه الدرجه واللي حلو فيهم انه سهلين بالرسم. البلاينر ببرجوا بيتميز كمان بنفس الشغله انه كريمي وفتره طويله بداين والحلو بموضوعه فيك تستعمليها حمره مش بس كالبلاينر ازواج. صحيح. في هذه الدرجه بعد في عنا اكثر من لون وكل الوانها مميزه. قاعد تشوفون ايش كثر سهل بالرسم. الوانه ثابته. هالاربع درجات انا وايد احب اني استخدمهم من بورجوا. درجات اللحميه مع البوردو اللي هو خرج السهره وخرج مناسبات كل المناسبات. نعم. بلس البلاشر هذا وايد احب استخدمه لانه يعطيني وايد فريش لوك. صحيح. صاير بينكش على بيتشي شوي. بيتميز البلاشر ايكونيك يعتبر رمز من الرموز المميزة جدا ببرجوا. ليه؟ بطريقة ابتكاره. صح. يعتبر حجمه أول حلو بلاش. أي. أول بلاش بينطبخ عن طريق الفرن. أه. فبكون الملمس تبعه شوي صلب
بحيث انه بيقعد معك فتره طويله جدا ما بيخلص بسهولة. يمكن ما ينكسر بسرعه وما بيخلص بسهوله وقد ما فيك بتستعملي صحيح يعني كثير عملي جدا عملي والوانه كثير حلوه أيه. وشكرا لطريقه الابتكار مثل ما قلت لك انه مصنوع بقلب الفرن مطبوخ بالفرن حلو انا قاعد اشوف هني هم نفس الستايل هون عندنا نفس القصه حتى الايس ابتكارة كمان نفس الشيء مطبوخة بالفرن حلو. بحيث انه هون بدي فرجيك اللمعة والإضاءة هون بيعطيكي هايلايت إضاءة كثير ناعمة هون بيعطيكي لمعة أكثر اوكي يعني حق اللي تحب الإضاءة اللي تبين أو اللي تحب شيء اللوك الناعم اوكي كمان أحب أعرفك أكثر على الحمر الجديدة من برجوا برجوا نزل كولكشن من 12 لون مميزين جدا الألوان أنا لفتني اللون هذا وايد حق الصيف نعم أحسه صيفي وايد مع تان مع روج فيلفت ذا ليبستيك اسمه هيدا بيقعد على الشفايف لمدة 24 ساعة هو مو مات إتز مات مات؟ نعم هيدا مجرد ما تحطيه على شفايفك بصير مات بيقلب على مات والحلو فيه طريقة الابليكيشن تبعيته أول شيء الغطا كثير براكتيكال صح مو بسهولة ينفتح بالضبط لحتى ما يخلي الهواء يدخل على الحمره وينشفها اهم شيء انه الحمره لما بدها تستعملها السيده ما ترفعها كثير لفوق أوكي. خليها يدوب بس طرف الكريم يبين لانها بتحدد لها الشفايف كانها عم ترسم شفايف شنو كونتور لان الزاويه هنا محدده صح بالضبط حتى الالوان غريبه الوانها كثير حلوه يعني شوفي اللون هذا الوانها بتحسيه الوان الصيف احس اللون هذا مو اي احد ممكن يستخدمه اي صح شوفوا هذا صاير على أورنج حلو حق السمرة حق اللي بشرتها نعم. فاتحة حق كل الألوان غريس أنا كنت أستخدم فونديشن هذا هيلثي ميكس وايد كان حلو على بشرتي بس أعتقد أنتم مغيرين الباكيجينج مالته صحيح صح؟ مزبوط. بس نفس الاسم هيلثي ميكس ما تغير الاسم وايد حلو بس اللي تغير فيه أنه صار عليه إضافات أكثر بالعناية اليومية بحس صار فيه مالتي فيتامينز فيه بقلبه فيتامين سي وفي بقلبه فيتامين اي وفيه احماض الفواكه واهم من هذا بي 5 فيتامين سي بنشط الدوره الدمويه فيتامين اي بحارب الاكسده يلي بتعمل حبوب ومشاكل بالبشره وفيتامين بي 5 بيعطي مناعه للبشره من الفونديشن احماض الفواكه بتعمل عمليه تقشير للخلايا الميته حلو. وبنفس الوقت فيه نسبه ترطيب عاليه ثانكس للبي 5 والفيتامينز اللي بقلبه بيعطي نسبه ترطيب عاليه سو هيدا ما فينا نعتبره بس فونديشن فينا نعتبره كريم عنايه يوميه يعني حتى اللي بشرتها تعبانه حبوب او مسام او شيء صرنا تستخدمه 100% حلو انا دائما بنصح الهيلثي ميكس للبشره المختلطه بس اكثر شيء للبشره الجافه والمختلطه أي. اما البشره الدهنيه ما بننصحها نهائيا انها تستعمل هيلثي ميكس لانه في ترطيب حق لا لان فيه فيتامين سي فيتامين سي بنشط الدوره الدمويه واذا تنشطت الدوره الدمويه معناته صار في دهون بالبشره أوكي. فنحن بنبعد فيتامين سي عن البشره الدهنيه معلومات جديده ما كنت اعرفها نعم اذا هذا شنو هذا عندنا من وراء نجاح الهيلثي ميكس نزلنا العائله كملناها بالبيبي كريم ونزلنا باودر بعد نعم والبرايمر ونزلنا باودر ونزلنا الكونسيلر الباودر بيتميز انه الغطاء شفاف بحيث الزبونه لما بدها تشتري الباودر تقدر تشوف الدرجه وتعرف انه هي ماخذه اللون اللي بيناسبها ودائما عشان تاخذي فينيشنج كثير حلو بالباودر يستحسن انك تستعمليه عن طريق الفرشاية اوكي والسفنج اذا بدك تاخذي كفر ننصحك تحطي بالسفنج اذا بدك الناتشورال لوك اللوك الطبيعي استعملي بالفرشاية بيعطيك اللوك اللي هو كثير ناتشورال ما كانك حتى شيء على وجهك حلو بالنسبه للكونسيلر معروف الكونسيلر الهيلثي للي عندها سواد وعندها ارهاق وعندها تجاعيد تحت عيونها وبحاجه لشغله انها تكون كثير ناتشورال بين انه طبيعي بس بنفس الوقت هو علاج في نظاره حق في نظاره وفيه علاج يعني ما ببين انه هي خاصه اذا عندها خطوط تعبيريه أوكي. مش تجاعيد خطوط تعبيريه هيدا بيكون كثير طبيعي جدا على بخفف من ظهور الخطوط حلو بالزبط. بعدين عندنا البرايمر نحن البرايمر هيدا هلا هو الشيء الاساسي اللي بنحط قبل كريم الاساس
وقبل الكونسيلر. أنت مع استخدام البرايمر بشكل جداً يومي؟ جدا جدا جدا. ما يكبر المسام؟ بالعكس البرايمر هو اللي بيسكر المسامات، بيعمل طبقة مثل الفلتر للمسامات، بحيث لما تيجي تحط الفونديشن فوق البرايمر لا بيعطيك، ما ببين المسامات مفتوحة، ببين لك إياها كتير ناتشرال وكتير طبيعية. بعدين حنتكلم عن البيبي كريم. أهم ما شغلي بالبيبي كريم إنه بحب إنك تعرف إنه بيعطيك نسبة ترطيب 24 ساعة مع سن بروتكشن فلتر 15، يعني حماية من الشمس بنسبة 15. هل هو فول كفر؟ هو بيعطيك ما فينا نقول فول كفر، بس حق هو بيعطيك حق البنات اللي ما يحبون الوجه يبين شنا ناتشورال، مو حاطة شيء بس مجرد نظارة صح؟ صحيح، هو حيعطيك فول كفر، بس بيرجع لطبيعتك انت كيف بتحطي الفونديشن يعني او البيبي كريم، خلينه خفيف او ثقيل، بيرجع أو لإلك انت كيف طريقه الابلكيشن، كيف طريقه اللي بتحطيه. يعني مجرد ما تحطي وبتطبطبي على بشرتك انت هون عم تاخذي فول كفر. اوكي، بعدين وبالفرشه راح يكون بيكون تغطيه خفيفه. ايه عم تعمليه بطريقه ناتشرال، بعدين بنحط فوق منه الفونديشن وطبعا الباودر اخر شيء مثل ما قلت لك. اذا بدك ريلي كفر قوي بتستعمليه بالاسفنج، وكمان عن طريق التطبطب من جوا لبرا، وبنفس الوقت اذا بدك اياه كثير ناتشورال بالفرشايه. اوكي، هيك نحن تعرفنا عن عائله الهيلثي ميكس يلي هي تعتبر عنايه يوميه اكثر ما انها هي تجميليه. كريس ثانك يو سو ماتش، انا شخصيا وايد استفدت منك وعرفت وايد معلومات جديده عن برجوا. ثانك يو سو ماتش على وجودك. شكرا كثير لبوتيكات وشكرا لثقتكم بماركت برجوا. حبيت افيدكم بشويه بيوتي تيبس انا شخصيا التزم فيها بشكل يومي حق بشره صحيه اكثر. اهم شيء تغسلون وجهكم كل يوم قبل النوم، تنظفون عدل من الميك اب، تشربون سوائل كثيره على اساس البشره يتم فيها نضاره. شيء ثاني ضروري جدا تستخدمون فونديشن يكون فيه حمايه من الشمس على اساس بشرتكم لا تتاذى ويصير فيها تصبغات، بلس البرايمر اللي هو شيء جدا اساسي قبل فونديشن عشان البشره لا تتعب من الفونديشن بشكل يومي.